والله يا فندم انا ماليه دعوه بحكايه تكسير الالات دي خالص، انا بعيد عن العنف تماما. زميلتك امل علي منصور بتتهمك صراحه ان انت اللي كسرت الالات، وان ده حصل لما رحت لها المسرح وهددتها وقلت لها ان انتوا ليكوا انياب ممكن تعضوها هي اول واحده. احنا مين يا فندم؟ انا ماليش دعوه بحد. انتوا الجماعه الاسلاميه يا احمد، انت مش برضو واحد منهم؟ ايوه طبعا واحد منهم، طبعا واحد منهم، بس انا ما بعملش اللي بيعملوه. انت رحت لها المسرح وهددتها؟ يا فندم انا رحت لها المسرح والله ما بنكرش، رحت لها المسرح بس ما هددتهاش، بالعكس قلت لها انا مش ضد الفن على الاطلاق خالص. ده انا غنيت لها. غنيت لها؟ غنيت لها ازاي؟ انا غنيت لها زي ما زي ما الناس بتغني. غنيت. هو مش برضو الغنى حرام؟ والله يا فندم حلاله حلال وحرامه حرام. طب ما تسمعنا حاجه بقى من اللي حلاله حلال يا عم الشيخ. ودارت كفايه يا عم، انت جاي تغني علينا هنا ولا ايه؟ شغل البهلوانات ده تروح تعمله في حته تانية. ليه بس كده سعادتك؟ حضرتك قلت لي غني، انا غنيت وقلت اثبت لسعادتك كمان ان انا مش ضد الغنى. انا اخر مره رحت فيها المسرح يوم ما كنت عندها هناك. الكلام ده بقى تروح تقوله في النيابه. نيابه؟ ليه بس سعادتك؟ نيابه وبهدله الله يكرمك، انت كده هتاخدني في الرجلين. البنت دي بتكذب على حضرتك والله. فتحي كلام سعادتك. وصل عمك الشيخ للتخشيب. جري معايا يا فندم. والله حضرتك حاضر. انا من حقي اشوف ابني واعرف ايه اللي حصل له بالظبط، واعرف انتوا خدتوه من بيته ليه. ما تزعقش يا راجل، انت اللي ارميك معاه في التخشيبه. ايه ده يا حاج توفيق؟ ايه يا دمار؟ اهدى ازاي بس؟ اهدى ازاي؟ بقول لك ايه يا حضره الظابط، انا موافق تحطني معاه في التخشيبه. قال له اعرف ايه اللي حصل له. معلش يا ابني، اصلنا دايخين على الاقسام من الصبح، ما صدقنا اننا لقيناه هنا. اعذر يا حضره الظابط، ده ابنه برضه، وبعدين دول جم خدوه من قلب بيته وقطفوا فرحته بابنه اللي لسه ما شافوش. يا حاج انا ما اقدرش اعمل لكم اي حاجه، الموضوع كبير قوي، ابنكم هيترحل بكره الصبح على النيابه، ومش بعيد تبقى قضيه امن دوله كمان. ايه؟ ليه؟ ليه يعني؟ هو عمل ايه بالظبط؟ انا هتجنن هنا، هتجنن. انا قلت لك ما تزعقش يا راجل انت. طب يا ابني تشور علينا بايه؟ تنصحنا نعمل ايه؟ يا حاج خدوا محامي واطلعوا بكره الصبح على النيابه. هو هيترحل الساعه كام يا ابني؟ الساعه 9. طب ممكن حضرتك تسمح لنا يعني نشوف ولو دقيقة واحدة نطمن عليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش؟ استغفر الله العظيم يا رب، ليه؟ ما ينفعش ليه يعني؟ عشان التعليمات اللي عندي بتقول انه ما يقابلش حد قبل ما يترحل الصبح على النيابة، لو عليت صوتك تاني هحبسك ومش هحبسك معاك. خلاص يا ابني خلاص، يلا يلا حاج توفيق، يلا امار، ربنا عنده العفو ان شاء الله ان شاء الله. صليت العشاء عم الشيخ؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا شيخنا؟ هو انتوا اللي هجمتوا على الفنيه العسكريه؟ لا لا انا ما هجمتش على حد. بس انت تبع الجامعات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. طب بقول لك ايه يا شيخنا؟ ما تحكي لنا بقى ايه اللي حصل مع العساكر وازاي قتلتوهم وازاي عملتوا معاهم الصح؟ والله العظيم يا سيدي انا قلت ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص، وعلى فكره الحكايه دي خلصت من زمان قوي. قبضوا عليهم وحاكموهم وعدموهم. امال هم قابضين عليك ليه يا عم الشيخ؟ لا ده عشان حاجه تانيه خالص، والله ما ليا دعوه بيها. يا ايه يا عم الشيخ؟ انت عملت حلف لي فاكرني مرشد ولا ايه؟ ما تحكي لنا حكايتك يا عمو خالص. يا اخي انا مش عايز اتكلم، لا حول ولا قوه الا بالله، مش هتكلم من اصلا. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، احنا قاعدين في التخشيبه هنا وبنتسلى مع بعض بالكلام، مفيش حاجه نعملها في التخشيبه غير الكلام. صح؟ فيه اهدى على نفسك شوية، إن شاء الله فيه الاستغفار، فيه ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تستغفر. لا إله إلا الله يا شيخنا، وإحنا عملنا حاجة عشان نستغفر؟ لا، الاستغفار واجب في السراء والضراء، في الخير والشر، في كل شيء واجب. سيجارة يا شيخنا؟ مدخنش. لا أقول يا شيخنا، هو التدخين حلال ولا حرام؟ أنا أقول لك بقى يا شيخنا، لو أجنبي تبقى حلال، صح يا شيخنا؟ طب أقول لكم على حاجة بقى، انتوا اقعدوا ارغوا مع بعض زي ما انتوا عايزين، بس سيبونا انا في حالي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انا مش فاهم هو عمل ايه وهم هيعملوا فيه ايه، طالعين من الدين ما احناش فاهمين اي حاجه. طب حد يرسينا على بر يا ناس. يابا احمد،
ازاي استنى يا ابني؟ الله لا يسيئك. ازيك يا احمد؟ طمني يا ابني، عملت ايه؟ خدوك زي الفل زي الفل، ما تقلقش الله يبارك لك. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبش؟ الله يخليك يا احمد. يا ابني طمني، اعمل معروف، هم خدوك ليه؟ يا بطمن بقى، الله يكرمك. قولوا لي سميحه عامله ايه؟ كويسه، ما تقلقش. اوعى تكون اتخضت، ولاد هاشم حصل له حاجه. يا احمد ما تخافش يا احمد. طب بقول لك يا حبش، روح طمنها عليا دلوقتي. احمد احنا عايزين نطمن عليك الاول. يا سيدي انا زي الفل اهو، ما فيش حاجه. لو سمحت روح طمنها دلوقتي. حاضر، هروح اطمنها بعد اذنك. بعد اذنك يا ابني. يا حبيبي سيبك من سميحه وقول لي ايه اللي حصل بالظبط. حاطين حديد في ايدك كده ليه؟ بابا متهنين زور ان انا كسرت الات في الجامعه. على العموم ما تقلقش، الاستاذ سمير المحامي هيبقى معاك على طول. اهلا اهلا استاذ سمير. اهلا بيك استاذ سمير المحامي. المحامي عقر، هيطلعك زي الشعره بالعجين. قول ان شاء الله. ان شاء الله، بس انا يابا مش محتاج محامي، انا هصرف نفسي بنفسي. بقول لك محامي عقر ده واخد 50 جنيه مقدم. 50 جنيه ليه يابا؟ هو ايه اللي ليه؟ اتعابه. خلاص طالما خد اتعابه تبقى تدخل مع، انت اسمك ايه؟ اسمي عويس. تدخل مع عويس. وانت جاي في قضيه ايه يا عويس؟ انا جاي في قضيه تمويل. يا سيدي ما يهمكش، هيطلعك ان شاء الله، بس على شرط اول ما تطلع تدينا ال 50 جنيه. مين ايه؟ معيش فلوس. يا سيدي قول يا رب، واحنا حتى نبقى نقسطهم لك. شفته يا باشا معاها، وسمعته بيقول لها اللهم بلغ اللهم فرحم. اللهم فرحم ولا اللهم فاشهد؟ مش فاكر بالظبط. اللهم ارحم اللهم فرحم. بس شهاده لله بي، وانا حالف يميني حاسبني عليها ربنا، الدكتور احمد حته سكره وبيساعد الطلبه وبيقف جنبه، ولا يمكن ابدا يعمل حاجه زي كده. احمد توفيق فتاح. ايوه. يا فندم انا لو هعمل كده كنت عملتها من سكات. اروح وهدد ليه؟ طيب هعمل يعني هبلغ عن نفسي قبل الجريمه. طيب لو مش انت اللي عملت كده يا احمد، تفتكر مين ممكن يعملها؟ لا اعوذ بالله، انا ما اقدرش اتهم حد زي ما هم اتهموني. لا طبعا، بس قسما بالله انا كنت رايح علشان احميها. من مين رايح تحميها؟ من مين؟ من شرورهم وسيئات اعمالهم. ايوه قول لي بقى، شرور مين وسيئات اعمال مين؟ استغفر الله العظيم يا رب، هو ايه اللي اخره جوه كل ده يا محمد يا ابني؟ حد ما تقلقش، كل تاخير وفيها خير يا رب. احمد احمد يا ابني طمني، ايه اللي حصل يا ابني؟ طمن يا رب، افراج بضمان محل الاقامه ما لم اكن مطلوبا على ذمه قضايا اخرى. الف حمد وشكر ليك يا رب. طب يلا يا احمد يا ابني، يلا عشان نطمن امك وسميحه. يلا كفاره يا ابو حميد. معلش يا رب مش هينفع دلوقتي، لازم اروح الاسم الاول يفرجوا عني من هناك. لازم تروح انتوا تطمنوهم بقى. طب واحنا نيجي ناخدك امتى؟ تبقى تعالوا بالليل او بكره الصبح. يلا بينا. يلا بقى يا حاج، شاحل وغير هدومك، احنا كده اتاخرنا على احمد. استنى لما اخلص اللي في ايدي ده وهغير واجي معاكوا على طول. طب ما تخلص اللي في ايدك ده يا حاج براحتك، واخد محمد ونتوكل على الله. انا قلت تستنوا يعني تستنوا، مفهوم يا حبش؟ قهوة الحاج عم تعالى. ايوه يا بدوي بدوي. ايوه انا احمد توفيق. يا بدوي انا مش سامعك، بس عايزك تعدي الناحيه الثانيه تروح المصمت وتقول لابويا ان انا خرجت وراجع دلوقتي في السكه. ايوه يا بدوي، في صوت تكسير عندك على السكه. عملت حاجة؟ كنت تعرفوا تعملوا مظاهرات وتولعوا في البلد. اركب حاجة يا سيدي.
قاعدين دول كلهم عشان انا مش متعلم عليا ومحدش يعرف يعلم عليا. عم اسكت بقى اسكت. اسكت ايه؟ لا انا مسكتش عسكري. لازم يا جدع السكران ده، احنا عايزين الملونين بس.